نشرة الأخبار. مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد على ضرورة إرساء نظام جبائي عادل واعتماد نظام الضريبة التصاعدية لتحقيق العدل الاجتماعي. ورئيس الدولة يؤكد على ضرورة وضع استراتيجية بيئية جديدة لمجابهة الأوضاع البيئية المتردية في كل مكان. وفي النشرة توضيحات بخصوص قرار هيئة الانتخابات المتعلق بتمويل الحملة الانتخابية. تراجع نسبة التضخم خلال شهر أوت المنقضية. وفي شؤون الشرق الأوسط، حركة حماس تجدد تمسكها بمقترح الرئيس الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. إلى التفاصيل. أهلا بكم. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماعه أمس بوزيرة المالية سهام البغتير النمسية أن بلادنا أوفت بكل تعهداتها المالية ولم يقع اللجوء إلى قانون مالية تكميلي بالرغم من الصعوبات والتقلبات التي يشهدها العالم، ولأن تونس اختارت أن تعول على إمكانياتها الذاتية وعلى استقلال قرارها الوطني. وشدد بالمناسبة رئيس الجمهورية على ضرورة اعتماد نظام جبائي عادل واعتماد نظام الضريبة التصاعدية، لأن الجباية العادلة المنصفة من بين المقدمات الأساسية لتحقيق العدل الاجتماعي. وفي اللقاء الذي جمعه أمس بوزير البيئة حبيب عبيد، تعرض رئيس الجمهورية مطولا للأسباب التي أدت إلى تردي الأوضاع البيئية في كل مكان تقريبا، مشيرا إلى الفساد الذي طال هذا المجال منذ سنوات طويلة من خلال التلاعب بالهبات وإهدار المال العام في مشاريع بيئية لم تنجز أو أنها أنجزت في تجاهل تام للشروط المطلوبة، إلى جانب اغتيال البيئة في عديد المدن كجابس وصفاقس وقفصة وغيرها من المدن الأخرى. وأكد رئيس الجمهورية ضرورة معالجة القضايا التي تستوجب التدخل السريع مع وضع استراتيجية وطنية جديدة متكاملة مع كل الأطراف المتدخلة، سواء في مجال التهيئة العمرانية أو في مجال الطاقة التي أثبتت التجارب العلمية أنه يمكن استخراجها من النفايات، أو في مجال استعمال الفوسفوجيبس في بعض الصناعات فيتحول من مادة ملوثة إلى ثروة يمكن استغلالها. أكد رئيس الحكومة كمال المدوري في كلمة ألقاها خلال انعقاد المؤتمر رفيع المستوى حول الحوكمة بالمركز الوطني الصيني للمؤتمرات في إطار فعاليات منتدى التعاون الصيني الإفريقي، أكد أن تونس تخوض معركة ضد أوجه الفساد وتعزيز التوقي منها، وتدعو باستمرار المجتمع الدولي إلى تعزيز آليات التعاون في هذا المجال بما في ذلك استرداد الأموال المنهوبة. مراسل الإذاعة التونسية من بكين منير بن ناصر. انعقد الاجتماع الوزاري رفيع المستوى ضمن فعالية المنتدى بحضور رئيس الحكومة كمال المدورية، الذي أكد في كلمته التزام تونس بالعمل المشترك مع دول صديقة لا سيما الصين على إرساء علاقات يسودها الاحترام المتبادل لاستقلال وسيادة الشعوب، كما ذكر بالتزام تونس بمبادئ التنمية العادلة والمستدامة وفقا لأجندة الأمم المتحدة وأجندة الاتحاد الإفريقي. وللتذكير فإن فعالية المنتدى تتواصل بعقد اجتماع لرجال الأعمال الصينيين والأفارقة، والذي يضم أكثر من 400 رجل أعمال يمثلون 48 دولة. هذا وأعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ في افتتاح أشغال المنتدى جملة من الإجراءات لتعزيز التعاون الصيني الإفريقي، وتعهد بتمويل مشاريع في أفريقيا بقيمة تناهز 50.7 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث القادمة، وتوفير ما لا يقل عن 1,000,000 فرصة عمل في أفريقيا، إلى جانب تعميق التعاون في مجال البنية التحتية والتجارة. كما أعلن الرئيس الصيني إعفاء المنتجات الموردة من 33 دولة أفريقية من الضرائب. في سياق آخر، وفي موكب توقيع عقد إنجاز مشروع المستشفى الجامعي الملك سلمان بن عبد العزيز أمس بالقيروان، أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن الأشغال ستنطلق بداية الأسبوع المقبل لتتواصل على مدى 3 سنوات.
وصلنا تصححنا نضاع العقد بين وزارة الصحة وبين المقاول، ثلاثة أبراج 12 قاعة حملية 330 وبعد يطوروا حتى 500 سرير على 12 هكتار بقيمة 82 مليون دولار، وتونس كيف كيف تساهم 32 مليون دينار لربط بالشبكات واللي هي بدأت ولتو الأرض حاضرة ومجهزة. إن شاء الله المقاول والمقاول السعودي ومعاه مقاول تونس يدخلوا يخدموا فورا. صححنا مع المقاول وياخذ القسط نتاعو 20% من الميزانية اللي هي الكلفة الكاملة 144 مليون دولار، باش تقع متابعة يومية ومستمرة، ونتعهدوا باش نحيوا العراقيل الموجودة الكل والآليات نتاعهم باش تبدا تتحط بداية من آخر الأسبوع الأسبوع القادم. وبخصوص مشروع مدينة الأغالبة الطبية، وضح وزير الصحة أنه في طور الدراسة ويضم منطقة صناعية دوائية ومؤسسة صحية وكلية طب إلى جانب مستشفى جامعي. فيه منطقة صناعية دوائية، فيه مستشفيات ومستشفى جامعي ومؤسسات صحية، فيه كلية طب، فيه كليات التكوين الشبه الطبي والهندسة بيوتكنولوجي، فيه تكوين الإطارات اللي نجم تشتغل في الصناعات الدوائية. هذه كل في مناخ يكون يوفر جميع الظروف للعيش للناس اللي تخدم هذه. ففيها الميدان الثقافي الرياضي، فيها الترفيهي، فيها السكن، الطاقات المتجددة، فيه التريتمون دي ديشي. احنا تو في دراسات الجدوى، تقدمنا مع برشا ممولين، تو مع الجانب الصيني جاء وعملوا الزيارة الأولية مش تقع عم ذكرت فهم إن شاء الله. مشروع المدينة ضخم يقارب 5000 مليون دينار، بحول الله يرى النور في أقرب الأوقات. في سياق آخر، أكد عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمود الواعر أن قرار الهيئة الصادر بالرأي الرسمي حدد سقف الإنفاق على الحملة الانتخابية الرئاسية ب 150 ألف دينار بالنسبة إلى الدور الأول و 100 ألف دينار في الدور الثاني. وفي تصريح للأخبار فسر محمود الواعر قواعد تمويل الحملة من المصادر الذاتية والخاصة. لصدور الأمر المتعلق بتحديد سقف الإنفاق على الحملة الانتخابية الرئاسية، أهم شيء ورد في الأمر هذا هو تحديد السقف ب 150 ألف دينار للدورة الأولى و 100 ألف دينار للدورة الثانية. ومن أهم القواعد المتعلقة بتمويل الحملة كونه التمويل الخاص، يعني كل شخص طبيعي يحب يمول مترشح ما ينجمش المساهمة بتاعه تتجاوز 30 مرة الأجر الأدنى المضمون في القطاع غير الفلاحي، حوالي 14700 دينار. كل شخص طبيعي مش تبرع عن المترشح، هذا مع احترام قاعدة 4/5، يعني تمويل الخاص من الأشخاص الطبيعيين ما يتجاوزش 4/5 من المجموع. إذا نعتبره مثلا السقف 150 ألف دينار، يعني التمويل الذاتي للمترشح يكون في حدود 30 ألف دينار، بينما التبرعات متاع الأشخاص الطبيعيين تكون في حدود 120 ألف دينار. سجلت نسبة التضخم تراجعاً إلى مستوى 6.7% في شهر يوت المنقذ بعد أن كانت في حدود 7% خلال شهر جويلية، وهو تراجع يعود أساساً إلى تقلص نسق زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.5% في شهر أوت مقابل 9.4% في شهر جويلية وفق معطيات نشرها أمس المعهد الوطني للإحصاء. أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي طهري أمس تمسك اتحاد الشغل بالحوار الاجتماعي ومطالبته باستئنافه، وأشار إلى أن جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية مع منظمة الأعراف حول أجور العمال في القطاع الخاص تنطلق قريبا، وأن المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام لا يمكن أن تبدأ إلا بعد تنزيل القسط الثالث والأخير من الزيادة السابقة في جنفي 25 و2000. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. وفي تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، يواصل جيش الاحتلال الصهيوني ارتكاب المجازر في مختلف مدن وبلدات القطاع مخلفا 17 شهيدا وحوالي 60 مصاب خلال 24 ساعة الأخيرة.
ومن جانبها واصلت المقاومة والتصدي للاحتلال في الميدان وبثت المزيد من رسائل الأسرى الذين حملوا الاحتلال المسؤولية عن المخاطرة بحياتهم في كلمات سجلت قبل مقتلهم. وفي ذات السياق جددت حركة حماس تمسكها بمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وفي الضفة الغربية دمر الاحتلال خطوط إمداد الكهرباء في عدة أحياء في جنين ونفذ المزيد من الاعتداءات في نابلس وبيت لحم وطول كرم، في حين واصلت المقاومة والتصدي للقوات المعتدية والاشتباك معها. نقطة ونهاية هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد على ضرورة إرساء نظام جبائي عادل واعتماد نظام الضريبة التصاعدية لتحقيق العدل الاجتماعي. ورئيس الجمهورية يؤكد أيضا ضرورة وضع استراتيجية بيئية جديدة لمجابهة الأوضاع البيئية المتردية في كل مكان. وفي النشرة كانت توضيحات بخصوص قرار هيئة الانتخابات المتعلق بتمويل الحملة الانتخابية. تراجع نسبة التضخم خلال شهر أوت المنقضية. وفي شؤون الشرق الأوسط حركة حماس تجدد تمسكها بمقترح الرئيس الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. ختم هذا المعدل الإخباري قدمه لكم ياسين الفوغالي للقاء.